الو صفاء، ازيك يا صفاء؟ معاكي ام سامي يا حبيبتي. عامله ايه يا صفصف؟ بقول لك ايه يا صفاء، انا رحت للدكتور اللي عمل لك التقشير في العياده بتاعته. لا ما لحقتش اعمل، اصل انا وانا داخله من العياده. جميله يا صفاء، جميله دي، تحفه، مليانه انوار وحاجات تحفه جدا. ايوه، ما انا اول ما دخلت شميت ريحه شياط، اتاري الاوضه اللي جوه ولقت، نزلت على طول اتشقنت. ما بحبش انا الحاجات دي يا صفاء خالص، لا ما بحبهاش. يلا مش مهم، كنت عايزه منك رقم الدكتور التاني اللي بيعمل تقشير. يلا مش مهم، بس يكون حاجه كويسه زي الدكتور اللي عمل لك. حاكم انتي لما شفت وشك امبارح كان الو صفاء، صفاء يا صفصف، ايه يا حبيبتي مالك، في ايه؟ زيك مغلي وقع عليكي؟ ازاي يا صفاء، ازاي مش تاخدي بالك يا مش تاخدي بالك؟ معلش حطلها ميب ولا حاجه، مش تولعي، حطلها ميب ويا الف سلامه عليكي. معلش لا خلاص، طيب لا انا طب معلش يا صفاء، بقول لك ايه، هو معلش انا اسفه مش وقته، هي العمليه دي التقشير كلفك كام؟ نعم يا اختي، 7000. وجبتيهم منين يا صفاء؟ جبتيهم منين المبلغ ده؟ جوزك. ايوه يا اختي، ما هو على قلبه قد كده. الو صفاء، يا صفاء في ايه يا حبيبتي؟ جوزك وقع ليه يا صفاء؟ مش ياخد باله يا حبيبتي، مش شايف قدامه ولا ايه؟ النور قطع، غريبة مع ان احنا عندنا نور. يعني وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. لو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت شايف زرار الاشتراك، هتدوس على زرار الاشتراك وتفعل الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. فيديو النهاردة هو فيديو التقشير الكيميائي في المنزل، وده انا بعتبره هدية مني ليكم، لان موضوع التقشير ده بقى حاجة مشهورة قوي وفي كل عيادات الجلدية بيعملوها بشكل رهيب جدا، بس الفكرة ان هو غالي يعني بشكل مرتفع بصراحة. يعني انت لو عايزة تعملي تقشير في اي عيادة جلدية بيوصل السعر تقريبا الحد الادنى من 5000 جنيه لغاية وانت طالعة بقى 16000 17000، وكمان في اسعار اعلى بكتير. فاحنا هنعمله في البيت بشكل امن ومفهوش اي قلق. بس قبل ما اقولك هتعمليه ازاي وايه الكريم اللي هتستخدميه في التقشير، تعالي اقولك ايه فوائد تقشير البشرة. التقشير مهم جدا علشان اول حاجة طبعا بيشيل لو في مثلا نمش او كلف، ده غير لو في اثار تصبغات على البشره، وكمان لو في عدم توحد في اللون، وغير كمان في ناس بتبدا عندها بدايه ظهور تجاعيد، وكمان في ناس اصلا عندها مسام واسعه برده فبتعاني من مشاكل كتير جدا في البشره، ده غير طبعا الناس اللي عندها اثار ندبات او اي اثار موجوده في بشرتها. فيعتبر التقشير بيحل كل الموضوع ده، لكن بالاساس طبعا هو بيدي نضاره عميقه جدا وتجدد للبشره، علشان هو بيشيل تقريبا كل الطبقه الخارجيه اللي بيبقى فيها الجلد الميت او الجلد الملوث، ويطلع لك جلد جديد وجلد لسه يعني زي جلد الاطفال. ايه فكره التقشير بقى؟ احنا دلوقتي عرفنا ايه الحاجات اللي بيعملها التقشير، طيب ازاي بيتعمل التقشير او ايه فكرته؟ التقشير هو ان انت عباره عن بتحطي على جلدك يا اما مثلا احماض او مواد كيميائيه وبتسيبيها على جلد، وطبعا مع التكرار بيبدا الجلد يقشر نفسه بنفسه من غير ما تعملي اي حاجه، انت مجرد انك بتحطي الحاجات دي وبعدين بتغسليها وبيبدا الجلد بقى يقشر نفسه بنفسه.
في انواع كتير من التقشير الكيميائي، في تقشير سطحي، في تقشير شويه يعني متوسط، وفي تقشير عميق. انا مش عايزه العميق، انا مش عايزه المتوسط، انا هعمل النهارده التقشير السطحي. ليه؟ لان يعني لو عملت تقشير عميق او تقشير متوسط ممكن لا قدر الله يحصل التهابات او يحصل حروق وانا في غنى عن ده كله، فانا خليني في التقشير البسيط السطحي اللي اقدر اعمله في البيت واقدر اعمله باقل التكاليف وفي نفس الوقت هلاقي نتيجه ممتازة جدا. طيب دلوقتي بقى نيجي لطريقة التقشير وازاي بقى هنعمله خطوة بخطوة بالظبط. اول حاجة هننزل الصيدلية وندور على واحد من الكريمات دي، اول حاجة اكريتين ربع، تاني حاجة ادابالين جل، كمان في ماربالين كريم، واخيرا في زاروتكس كريم. اخواتنا اللي برا مصر ممكن يلاقوا الاكريتين وممكن يلاقوا الادابالين، لو ما لقيتوش ده او ده هتدوروا على منتج من شركة لاروش بوزيه وهو لاروش بوزيه ايفاكلار ديو. هتاخدوا حاجة واحدة من الحاجات دي، يعني انا اديت لكم اختيارات عشان الناس اللي دايما بتسألني كل دول هستخدمهم ولا استخدم حاجتين مثلا، لا انت هتدور على اي حاجة منهم الموجود عندك في الصيدلية هتشتري حاجة واحدة بس. طيب كده بقى دي الكريمات اللي عندنا، وخدوا بالكم ان انا هسيب لكم الاسماء والاسعار وكل حاجة في صندوق الوصف. احنا دلوقتي جبنا الكريم وخليناه على جنب، هنبدأ بقى نعمل الخطوات اللي هنشتغل بيها على التقشير. اول حاجة هنغسل وشنا بالغسول المناسب اللي احنا بنستخدمه وننشفه كويس جدا، بحيث خدوا بالكم انا عايزة قبل التقشير ما يبقاش فيه اي حاجة دهنية على وشي او اي طبقات شوائب او اي حاجة، انا عايزة وشي يبقى صافي. فاول حاجة انا هغسل وشي وانشفه كويس جدا، وبعدين هاخد حتة من الكريم من الكريمات دي واحط على البشرة ادهنها كلها بطبقة خفيفة من الكريم. انا مش عايزة طبقة سميكة، انا عايزة طبقة خفيفة من الكريم بس اتأكد انها تغطي لي البشرة كلها. بعد ما غطيت البشرة بتاعتي بالكريم المقشر اللي انا بستخدمه هستنى تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة. بعد ما عدت الربع ساعة او التلت ساعة هروح اغسل وشي بالغسول المرطب اللي عندي في البيت، وبعدين لو في اي كريم مرطب مثلا هبدأ ادهن كريم مرطب، وهكرر العملية دي كل يوم لمدة اسبوعين. بس خدوا بالكم ان في ناس بشرتها حساسة قوي او ما بتستحملش، لو حد بشرته حساسة او طبيعتها شوية يعني اقل حاجة بتتعبها ممكن نفوت يوم، يعني نعمل يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. تاني حاجة ان انت لو حسيتي باحمرار او التهاب او انت تعبتي يعني وقفي عملية التقشير دي لغاية لما البشرة ترجع تاني نضرة وتحسيها انها جاهزة انها تبدأ يعني تخضع لعمليات التقشير وتكملي تاني في التقشير. لكن لو انت حاسة بالتهاب او احمرار طبعا وقفي لغاية لما البشرة تتعافى تاني وتبدأي ترجعي تستخدمي عملية التقشير. وخدوا بالكم ان العملية دي نعملها يفضل مساء مش صباحا، انا مش عايز اعملها الصبح، يفضل اعملها مساء. بس في حاجة مهمة قوي بقى، انه في حاجات لازم اعملها علشان موضوع التقشير ده ينجح. اول حاجة يفضل انه لو مثلا انت عملتي التقشير بالليل انك الصبح تحاولي ما تتعرضيش للشمس، او يعني لو كنت مضطرة انك تتعرضي للشمس وتنزلي وتعملي مشوار في الشمس يفضل انك تحطي سان بلوك علشان تحمي بشرتك من التعرض مثلا انها يحصل لها احمرار او التهاب زيادة. انا دلوقتي خلوا بالكم في التقشير البشرة بتبقى رقيقة قوي وبتبقى حساسة جدا وبتبقى لسه بتقشر نفسها، فانا محتاجة ان انا احميها واحافظ عليها. فاول حاجة زي ما قلت لكم ان احنا نستخدم الصن بلوك المناسب لو هننزل في الشمس، او لو نقدر نأجل مشوار الصبح ده بالليل او بعد الغروب يبقى حاجة ممتازة جدا. تاني حاجة مهمة انه لازم ما احطش الميك اب وحاجات اللي هي التجميلية دي، احاول اريح بشرتي طول فترة التقشير دي باكبر قدر، يعني لو اقدر استغنى عن كل الحاجات اللي انا بحطها تمام، لو اقدر احط ابسط الحاجات تمام، المهم ان انا احاول اريح البشرة بشكل كبير علشان التقشير يجيب نتيجة. تالت حاجة ودي الحاجة المهمة ان انا اهتم ان انا اغسل البشرة يوميا بالغسول المناسب وبمية كده، لا هي ساقعة ولا هي سخنة، بمية فترة، لاني طبعا غسيل البشرة يوم بعد يوم او كل يوم ده هيفرق جدا انه البشرة يعني زي يعني تجيب نتيجة مع
موضوع التأشير وتشوفوا نتيجة كويسة، يبقى احنا لو استمرينا على الموضوع ده أسبوعين هنلاقي ان البشرة وحدها بدأت تأشر، وهتلاقوا الجلد ابتدى يطلع بشكل كبير. دي طريقة بسيطة. اول حاجة الكريمات دي كلها اسعارها يعني تعتبر قليلة بالنسبة طبعا الاسعار اللي ممكن تدفع في العيادات، هتعمليها بدون ولا حاجة، مجرد ان انت كل محتاجاه كريم، محتاجة مراية هتحطي فيها الكريم على وشك وبعدين هتغسلي وشك. يعتبر الموضوع مش مكلف تماما، تقدري تعمليه في البيت وتقدري تلاقي نتيجة كويسة. المهم ان انتوا تمشوا على الخطوات دي بالظبط علشان تلاقوا نتيجة حلوة. اتمنى في نهاية الفيديو ان يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، شير للفيديو مع كل اصحابكم، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.